وخدامه محرم ذخر يوم القيامة محرم دمنا بدمعة العين آية صاب الحسين دمنا بدمعة العين آية صاب الحسين. نعم أحبائي المشاهدين متواصلين معكم وهذه التغطيات المسجلة من محافظة البصرة وخدام أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مثل ما جاي يشوفون. السلام عليكم عظم الله أجرك. عظمنا أجرك. عرفني على اسم حضرتك. علي عقيل من البصرة يا بعد روحي الله يخليك يا بعد حي. شنو اليوم جاي يسوون؟ اليوم عندنا قيمة نجفية الأصلية تمن بزل يا بعد حيلي يا بعد. حاليا شنو جاي تسوي؟ حاليا نغسل التمن 5 غسلات النوب النقعه ساعتين النوب بنزله. حسين جاي اشوف الجو حار احبائي المشاهدين حقيقه الجو حار بشكل مو طبيعي. هل تحسون بحراره الجو او لا؟ ماكو لا حار ولا تعب. هاي خدمه ابا عبد الله ما بيها لا تعب ولا حار. سلام الله عليك يا ابا عبد الله يا بعد حيلي. ما انا خليه يقعد يا اخونا. السلام عليكم عظم الله الله يخليك حبيبي. احني على اسم حضرتك. علي جعفر بعد قلب الله يحييك. رحم الله والديك توفيق للجميع ان شاء الله. رحم الله والديك. عايف شغلك عايف بيتك عايف كل شيء وجاي وين؟ للخدمة ابا عبد الله الحسين. يسوى كل شيء حياتنا وشغلنا وتعبنا كله فدوة ابا عبد الله الحسين. يسوى يسوى هاي مو اول سنة احنا من الصغر متعلمين على هالشيء. هن علمونا على الخدمة تربيتنا على الخدمة الحسينية. ها شرف لنا. هي احلى شيء بالدنيا اثنين حسين والخدمة. اي والله انت جاي تقول يسوى خدمة الحسين تسوى. شنو انتظارك من الحسين انه يرجع لك هذا الدين اللي جاي هسه تقدمه؟ والله اول شيء بدون مقابل انسى هذا كله ابا عبد الحسين. اهم شيء انا اريده منه يشفع لي ويشفع لامة محمد واهلي وناسي كلهم يشفع لهم ان شاء الله يوم القيامة وان شاء الله كلنا في الجنة. الله يعني تبكيك عيني لا لاجل مثوبة لكنما عيني لاجلك باكية بدون مقابل. هاي معاملتنا ويا ابا عبد الله. احسنتم شباب لا تنسونا من دعائكم. نعم احبائي متواصلين وياكم وخدام ابي عبد الله الحسين في هذا الموكب المبارك ومثل ما تشوفون احبائي هاي الجدوره حقيقه بهالاعداد هذه والكميه هذه والشباب الله يحفظهم. نعم احبائي المشاهدين متواصلين معكم وخدام الحسين في محافظه البصره. السلام عليكم عظم الله. السلام اجلنا وجرك. عرفنا على اسم حضرتك حجي. كريم القريشي. والله والنعم بك اكثر. الله يحييك حياك الله المحافظ. المنطقه هذه التميميه وخدمه الحسين في هذه المنطقه تحديدا اريدك تسولف لي عنها. منطقه التميميه كانت تجي الاقضيه والنواحي بالتميميه. نعم. تستعرض المواكب مالتها من القرنة والديار والهارثة والقرمة. قبل كانت بالسبعينات تستعرض وتطلع من التميمية. الحكي بالسبعينات طبعا احكي لك. هسه بقت الأقضية والنواحي مال المحاوات البسيطة تجي للتميمية هنا. ما شاء الله. اي تستعرض وتروح للكلمة. اي مرة. شنو جاي يسوون اليوم؟ والله جاي نسوي اليوم قيمة. فاطمة إذا تأخذ الجدر هنا بارك الله بيك إذا تقدر. قيمة. أي يعني إحنا هذا تقريبا كان موكب مالنا ما كان يطبخ يعني بس ألف الحمد لله وشكر ببركة الإمام الحسين عليه السلام وقام بالمأتم أو الموكب سيد وسام. الحمد لله وشكرا. الله يحفظه ويحفظكم ان شاء الله جميعا ان شاء الله. الله يبارك فيكم لكم عزيزي عمو. الله يبارك فيك. احسنت احسنت موفق. نعم البصره عموما احكي لك يا بالسبعينات قبل كان القصابين موكبهم بحد النادافين بحد جماعه يعني البصره بحد. هسه الحمد لله وشكرا التميمية عامرة والتميمية اسمها تميمية لأن أزيد المواكب بها لأن أنا أسميها بالنسبة لي كربلاء الصغيرة. تميمية كربلاء الصغيرة كربلاء أنها مصغرة ببركة الإمام الحسين عليه السلام. الحمد لله والشكر. لا تنسونا من الدعاء بارك الله إن شاء الله. والله يحفظكم ويحفظ قناتكم إن شاء الله وكادركم إن شاء الله ويحفظكم جميعا. نعم أحبائي متواصلين معكم وهذه التغطية من محافظة البصرة ومنطقة التميمية تحديدا. شهر دمعه
وقتابا محرم تخر يوم القيامة محرم ذمة بدمعة العين آية مصاب الحسين ذمة بدمعة العين آية مصاب الحسين صعب نرجع لك شنمو صعب العيون نرسم غاضرية يشوف بيوم عاشر عابس وجون بس مو عالوطية لأنها صارت القط جنة الكون جنة بلا منية محرم للخلد يا ناس مضمون من ابن الزكية محرم فلا يخلص زمانه محرم من حسينك امانه. نعم احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه نشرف انه نكون بوسط خدام الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام. مثل ما تشوفون هذه هي الخدمه المباركه وطبعا جاي يصورون الاخ السلام عليكم عظم الله اجرك. عليكم السلام حبيبي بعد قلبك الله يحفظك. وجهك على الكاميرا جاي تاخذ صوره للذكرى ان شاء الله. شنو عندك؟ لبن جاي وزع للوقافة للخدام. قالك توزع لي انا؟ شلون ما وزع لك؟ عفو عليك وعلي خادم حبيبي بعد قلبك العفو. اللهم صل على محمد وعلي. بالعافيه بالعافيه حبيبي الله يوفقك الله يحفظك. شنو الهدف؟ الهدف من توزيع هذا اللبن شنو اللي تريده من الحسين سلام الله عليه؟ الستر والعافيه والامن والاستقرار للعراق ان شاء الله بعد قلبه الله يحفظك فدا روح لك الله يعودكم حبيبي الله انفاسك الله يسلمك الله يحفظك. نعم احبائي المشاهدين مثل ما تشوفون طبعا هواي نشرب لبن بالبيت وباماكن اخرى لكن هذا اللبن طعمه يختلف عن كل لبن. ليش؟ لانه باسم الامام الحسين عليه افضل الصلاه وازكى السلام راح اتذوق هذا اللبن ان شاء الله وسهمكم العافيه. محرم شهر دمعة وخدامة محرم ذخر يوم القيامة محرم ذمنا بدمعة العين آية مصاب الحسين كم احبائي المشاهدين ندور عليه مسؤول الموكب ما ندري منه وهذا هو جمال خدمة الإمام الحسين انه ماكو مسؤول موكب او انا كبير الموكب الكل تخدم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لكن الإخوان أشرونا على السيد الله يحفظه شنو جاي يسوي خلينا نشوفه. السلام عليكم سيدنا سيدنا عظم الله. السلام عليكم حبيبي عازم جدا من تي ويلو شلونك شو وصلك الله يخليك. خليها بيدك طاس سيدنا خليها بيدك خلي الكاميرا شوف شنو جاي يسوي. والله هذا تربة الإمام الحسين سلام الله عليه هاي دائما احنا روح للزيارة فنجيب التربة يعني هاي خاصة لما نسويها لحد يوم العاشر من أول يوم محرم يوم عاشر نخليها يا اللي ياخذ مراد اللي يريد له يعني طلب حاجة سيدي ومولاي أبا عبد الله زين فهاي عندنا يعني دائما نسوي هذا اي ف اي نعم اي الله يديك الله يخليك الله يديك الله يخليك عظم الله اجرك الله يخليك الطاسة وتعال لي سيدنا ماشي ماشي تعال وينك الله يخليك الله يديك سيدنا قالوا لي انه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هنيئا لكم هنيئا لكم هنيئا لكم. قالوا انت مسؤول الموكب. نعم حبيبي انا سيد وسام. سيد وسام والنعم الله يخليك. نعم حالك وانا اقول انت خادم الموكب وبارك الله بك. الله يخليك الله يخليك الله والديك. اهلا وسهلا بكم قناه المهدي ومن يعظم شعار الله فانها من تقوى القلوب. اهلا وسهلا بكم في موكب ومضيف مقطوع الكفين حياكم وبياكم. كما شاهد عزيزي انت دخلت للموكب احنا طبعا كلنا ملتهية كل من له شغله وكل من له احنا هاي من اول يوم قبل اول يوم محرم قبل يوم محرم احنا هنا نوزع الاكل لان من قد ما متلهف سنه كامله يعني 11 شهر ما شاء الله انتانيها والله يوم يوم على مود تجي زين من قبلها سوينا العزاء والتوزيع اول 3 ايام 4 ايام لفات سمبوسة على بورق على كباب عروق زين شكو عندنا يعني جماعة اللي بالبيت إن شاء الله خواتك زين اللي نادر عندها كذا ما شنو والنوب يبدي من يوم خامس سادس سابع ثامن قص دجاج يمكن جيت جنابك البارحة مهم اي عم الله يديك في دورك ليلة التاسع العاشر قيمة اي
الله يعني هذا بيتكم مولانا. الله يعمره. الله يخليك. عم الله والديك في دوار وحلك. أنا وسهلا الله يخليك بالله. يوم اللي لك إن شاء الله. إحنا هاي الخدمة طبعا شوف أكو شباب يدخلون بالموكب ما أعرفهم. مولانا ادخل اخذ مراد اهلا وسهلا تعال اخذ مراد ليش لا بس احنا شنو دائما اوصل الشباب اي ولا شاب يدخل بعزاء حسيني او يشوف لا تخذوا بالشعيره بس لا تخذوا بالشعيره اكو عالم بالاونه الاخيره زين مواقع التواصل الاجتماعي يا اخي بدل ما اسوي لك انطي للفقير يا اخي تشعليك مو هو الفقير جاي يجيني انا وجاي ينكسي مو من واحد واحد واثنين وثلاثة أربعة زين إذا أنت توزع وهذا يوزع للناس الغربة الفقرة اللي ما نعرفهم زين أكو فقير الحياة ماله ما يقدر يأخذ منك بس إذا ماله أبو عبد الله هيجي يدخل لك بحيل صدر يقول لك مو مالك هذا أنت جاي تجيني تخليه بيدي يجوز يستحي بس أنت لما ما تيجي للموكب غصبا عليه غصبا عليك أنت تطيل يعني يقول لك هذا مال الحسين مو مالك فأكو شباب هسه أنا البارحة سمعت سيد الطلقاني طبعا انا مو انه ابجل شخص لا لا بس محاضرات شخص نقول الطلقاني مثلا قال له انت ايش عليك يعني هو جاي يخدم للحسين خليه براحته شوف هسه الشباب شوف هاي جاي شوفهم مولانا هذول اللي يتكلم زين جاي يخدم زين بحيل يعني بحيله وكل قلبه ليش انت هسه واحد من الناس والله انا متوقع من عندك بدك شيء تعوف السماعه والاخ المصوت تحياتي له وبدك تخدم صح ولا الله يخليك الله يخليك يا حبيبي يا عم الله طبعا الامام الحسين سلام الله عليه حسين مني وانا من حسين الرسول الاعظم من احب حسينا زين ومن خلال قناتكم الموقره زين اناشد الامه الاسلاميه طبعا القران مو بس للعراقيين يا الله مو بس للعراقيين مو الامه محمد صلى الله عليه وسلم زين يفزعون فزعة شوية حلوة على هذا الحقير أنه أنا ما أقول شوف أنا ما أسب ليش أمير المؤمنين سلام الله عليه إمامي إمام علي سلام الله عليه لا تكونوا من السبابين أنا ما أسب لأن هذا بس أسب أشيل من ذنوب هالقدر أنا ما أتجاوز أنه فوق هذا بس اللي بداخلي ما يقدر قسما بالله ما جاي أشوف أي شخص يدافع عن القرآن عن العراق والله أحس الإسلام بس عندنا ليش هسه لو واحد هسه انت تحاسبني عوف المذهب مالي كتر على صفحه انتفض للقران هسه انت تقول لا انتو فلان من الناس زيد من الناس زين تجيني بهاي السوالف اما هذا حرق القران ما يهمني هذا ما يمثل المسيحيه ترى خليها ببالك المسيحيه عليهم السلام عليه السلام عيسى عليه السلام زين يعني وقال من أنصاري إلى الله قال الحواريين نحن أنصار إلى الله وتوفنا مسلمون هذول كلهن شرائع كلهن شرائع زين شو يذكر سيدنا اكو موكب موجود هنا بالطويسة عيسى بن مريم أصدقائنا ويجون وياي ترى واروح لهم اي نعم حبيبي ومن عندهم شيعة وعندي هنا من ابناء الجماعة انا ما اقول ابناء الجماعة وسني يعني اقصد لا 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 وانما هو بكيفه يدخل شو علي انا سيدنا ادخل حبيبي انت شديد انظف امسح ما لي غرض موكبك ادخل هذا موكب الامام الحسين الحسين للكل الله يخليك احسن الله عملك عم الله والديك الله يخليك والله يعودكم ان شاء الله لخدمه سيد الشهداء وانتم في توفيق الناس تحسدكم وتقبض هاي المراتب ان شاء الله ان شاء الله انت اليوم الله سبحانه وتعالى يقول لك للصديق شويه مولانا للصديق انت مثل اذا عندك حسنات شو يقول لك الله سبحانه وتعالى يقال في احدى الروايات انه مثل يقول لك المتى تطيل امك لابوك لاخوانك لاخواتك لقبها خلصت قال اي قال له صديقك تطي من حسناتك يطي زين ما بالك بشرفك خدمه الحسين باوع يعني انا باكر عقبه انت مو جيتني ما تذبيها لا اعرفك ولا تعرفني باكر عقبه نلتقي جبل وي جبل يلتقي يوم القيامه انا وياك هذا الشخص اللي سوى وياي لقاء زين تطي اطي عمي خدمتي انا بخدمته شهر دمعة وخدامة محرم ذخر يوم القيامة محرم دمنا بدمعة العين آية صاب الحسين دمنا بدمعة العين آية صاب الحسين